الله غفور رحيم قد فرض الله لكم أحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم فإذ أشر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهر الله عليه عرف بعده وأعرض عن بعده فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم.